ويا رب تكونوا بخير ان شاء الله. اهلا بيكم معانا في شهر التوعيه الدماغيه او البرين اويرنس مانث، عشان نكون عارفين ايه برين اويرنس مانث. هو فعاليات بتقام سنويا على مستوى العالم في شهر مارس، تحديدا 14 مارس. احنا هنا عاملينها من 14 مارس الى 10 ابريل ان شاء الله، معاكم على مدار شهر بمحاضرات مختلفه عن مجالات النيوروساينس المختلفه، مش بس ميديكال او من ناحيه طبيه. معانا النهارده محاضره مختلفه وشيقه جدا، يعني اللي كان معانا من حوالي شهرين مع دكتور جيداء واحنا بنتكلم على السليب بشكل عام، كان اكيد شايف قد ايه المحاضره كانت ممتعه، ولذلك قلنا للدكتور احنا عايزين محاضره خصيصا على الاحلام. وطبعا كعاده دكتور جيداء ما تاخرش ابدا ودايما بتمتعنا معاها بالمحاضرات الشيقه. دكتور جيداء هي استاذ مساعد بقسم المخ والاعصاب في كليه طب جامعه الاسكندريه، هي عضو في الامريكان سوسايتي اوف نيورولوجي ونيورولوجي والامريكان سوسايتي اوف سليب سنتر والموفمنت ديس اوردر سوسايتي واليوروبيان سليب ريسيرش سوسايتي، يعني حاجه مشرفه للغايه. بالرغم ان الدكتور هي زوجه وام لثلاث اطفال، وبمناسبه عيد الام كل سنه حضرتك طيبه يا دكتور. ما اغنهاش ابدا او ما عطلهاش ابدا على عطائها العلم. الدكتور نشرت اكتر من 20 بيبر وبتشرف على اعمال بحثيه كثيره جدا، ودايما ممتعينا بارائها في الكتب وكل فعاليات الاي ان سي. دلوقتي مش هعطلكم كتير، بس خلينا نتفق على مبادئ كده نمشي على اساسها خلال السيشن ان شاء الله. السيشن مش بتكون طويله، بتكون في حدود 25 منت، وبعد كده بنبدا الدسكشن. اثناء السيشن هنكون كلنا ميوت، وبعد الدكتور متخلص هنبدا نريز هاند، واللي عنده اي سؤال هيتفضل ان شاء الله في خلال 10 ربع ساعه. هتبقوا دلوقتي مع الدكتور، اتفضل يا دكتور. مساء الخير والف شكر لدعوتكم ليا ان انا اتكلم. طبعا انا بعتز جدا بالاي ان سي وبحطها في السي في بتاعي، يعني ان انا بشتغل مع الاي ان سي دي في الحاجات اللي بتشرفني جدا. يعني النهارده هكلمكم على حاجه مختلفه شويه. سمعت تعليقات كده من الناس اللي مستني حاجه عن تفسير الاحلام يمشي. لا والله هنتكلم عن تفسير الاحلام بس بطريقه شويه علميه. ميرسي جدا للاودينس، انا عارفه كان عامه مليئا بالزوم واتفرجنا على حاجات زوم كتير قوي السنه دي، بس المحاضره المره دي مختلفه شويه واتمنى انها تكون لطيفه ان شاء الله لمعظمكم. النهارده هكلمكم على الاحلام عشان نعرف الاحلام، يعني ايه الاحلام او ايه اللي بيحصل في الاحلام. فهو عالم غامض تماما واحنا مش ملناش فول كنترول على الدريمز بتاعتنا. عشان تكونوا شايفين دلوقتي السلايد، لما نتكلم على دريمز احنا عارفين ان احنا الدريمز دي مش اندر فول كونشس كنترول بالنسبه لمعظمنا. في ناس بتعرف تمانيبيوليت الدريمز بتاعتها وفي ناس ما بتعرفش. ليتس سويتش السلايد. اوكي ثانيه واحده. اولا عشان نعرف الاحلام بتحصل فين في النوم بالظبط، في حاجه اسمها السليب سايكل. احنا عندنا دوائر من النوم. في ناس بتتعامل مع النوم على انه بلوك واحد او حته واحده، لا هو نومنا مش وان بلوك، هو متقسم على كذا دائره، كل دائره فيهم بنسميها سليب سايكل. فاحنا لما بندخل في النوم، المفروض الناس الطبيعيه تدخل في النوم يعني على 10 بالليل 9 بالليل بالنسبه للادلتس، ده المفروض مالناش دعوه باللي بيحصل، بس ان جنرال بنفضل نايمين لحد الصبح، مينيمم لحد الفجر يعني لحد 5 الصبح مثلا. لما ندخل في السليب ندخل الاول في ستيجز اوف سليب، ستيج 1 ستيج 2 3 وبعدين الرام سليب. كلاسيكالي سبيكينج من اول بدايه النوم لحد وصولنا لاول رام سليب او الاول طور للاحلام، ده بنسميه او طور للاحلام ده بنسميها سليب سايكل. السليب سايكل دي بتاخد من 90 ل 120 دقيقه وبتتكرر حوالي 5 أو 6 مرات طول الليل. ده المنظر اللي احنا بنشوفه لما بنعمل رسم نوم او نتفرج. اي حد بيدخل، اي انسان طبيعي بيدخل صاحي، بعد كده ندخل في الاحلام لايت سليب، بعدين ديب سليب، وبعدين نطلع على الرام سليب. لما بنوصل للرام سليب شايفين الشرط اللي لونها اورنج دي، هو ده الرام سليب، دي الاحلام. الاحلام دي بتتكرر 5 أو 6 مرات بالليل. معنى كده ان الانسان الطبيعي بيحلم 5 أو 6 مرات وهو نايم. اقصر حلم فيهم اللي بيحصل اول الليل، اطول حلم فيهم اللي بيحصل قرب الفجر. عاده الديوريشنز بتاعه الدريمز او بتاعه الرام بتبقى قصيره من ثواني لدقائق. مبدئيا كده الدريمز يعني فاريبل من بني ادم للتاني. اي اكسبيرينس احنا بنشوفها اثناء الاحلام بنسميها دريمز. ممكن تكون سب كونشس اكسبيرينس،
في صوره images، ممكن تكون اصوات، ممكن تكون افكار، emotions، just the feeling وانا نايم حاسس بايه، ده بيتحسب معانا في الاحلام. الاحلام عكس ما ناس كتير جدا يعني اللي قروا شويه في الاحلام، هو الاحلام مش are exclusively during REM sleep، مش فقط اثناء فتره الرام او فتره الاحلام بس، اغلب الاحلام الواضحه بتبقى في الرام سليب، بس كل مراحل النوم قابل انه يحصل فيها دريمز، يعني في دريمز في كل مراحل النوم. عاده الريكول اوف دريمز عشان نفتكر الحلم اللي احنا حلمنا بيه عشان نقدر نفتكره اكتيفلي، دي حاجه بتاخد مننا from 0 to 8 minutes اول ما نصحى من النوم، بنفتكر الحلم اللي صحينا فيه وبنفتكر الحلم في اول 8 دقائق من بعد الصحيان. بعد كده فرصه الريكول او ان احنا نفتكره is very weak، عشان كده ما بنفتكرش غير الاحلام اللي فوقنا فيها، وما بنفتكرش غير الاحلام اللي كانت بالنسبه لنا يا اما مؤلمه يا اما مبهجه او يا اما فيها very intense emotions او افكار غريبه. يعني كل ما كان الحلم بيزار فرصتنا ان احنا نفتكره اعلى. مش اول ناس اهتموا بالاحلام كانوا الطب الحديث او المودرن ميديسن اللي بتقال عليه بقى له 200 سنه تقريبا. اكشلي اول ناس عملوا تمبلز للاحلام او معابد للاحلام كانوا الفراعنه، كانوا عاملين تمبلز، وتمبلز دي اترسمت في برديات كتير جدا، وكانوا بيعملوا حاجه اسمها دريم انكيوبيشن، ان الشخص اللي عنده مشاكل مع احلامه يبتدوا يحطوه في معبد في الصحراء ويحطوه في حته مقفوله عشان يقدر ينام ويحلم فيها براحته، ويسالوا كده على الاحلام اللي هو حلم بيها اهميتها ايه بالنسبه له. كانوا مؤمنين ان في ثلاث انواع من الاحلام، في احلام بتحصل بصوره طقسيه، يعني ده العادي اللي بيحصل لنا كلنا اثناء النوم، يعني مثلا البينال إيركشن اللي بيحصل في الرجاله هو عاده بيحصل في الريم سليب، فده شيء طقسي قد يصاحب يبقى مصاحب لافكار سكشوال ايديز ديورينج سليب، فهم شايفين ان دي حاجه عاديه ما فيهاش اي تفسيرات. وفي حاجات ليها دعوه بان انت جاي لك انذارات من ربنا او من الالهه، وقتها كانوا مؤمنين ان this is a warning from gods، او ان ده ربنا بيبعت لك امر، يعني بيبعت لك انذار وبيبعت لك امر. هتلاحظوا ان هذه الافكار مشتركه مع ديانات كتير جدا بعد كده، حتى الديانات الابراهيميه. في احلام شهيره جدا في التاريخ الناس ذكرتها وخدتها بمنتهى الجديه، وعلى اساسها الناس بتاخد طقوس دينيه، يعني حلم سيدنا ابراهيم ان هو حلم انه بيذبح سيدنا اسماعيل، فقال له اني انظر في المنام اني ارى في المنام اني اذبحك، انا هذبحك وانت، انا جالي الكلام ده في الحلم. طبعا الكلام ده لو قلناه النهارده مفيش حد بيجيله وحي، عشان بس محدش يهرج ويفتكر ان بيجيله اوامر سماويه في الاحلام، ده كان شيء قاصر على الانبياء. وحلم سيدنا يوسف الشهير بتاع ان هو بيشوف 11 كوكب والشمس والقمر بيسجدوا لي، دي احلام دينيه ونوعا ما ناس كتير جدا مؤمنه بيها، لان ده بالنسبه لهم جزء من عقيدتهم، يعني في يعني في عبادات زي مثلا الذبح في العيد الاضحى ده مبني على اللي حصل لسيدنا ابراهيم. اكشلي كمان روايه زي دكتور جيكل ومستر هايد دي جت لروبرت لويس ستيفنسون الاوتر الشهير جدا، جت له في الاحلام، يعني الفكره دي جت له هو بيحلم وصحى كتبها. مش هو الوحيد اللي كتب احلام الحقيقه، يعني نجيب محفوظ كمان كتب احلام فتره النقاهه ده والاحلام اللي كان بيحلم بيها. وفي قصه لطيفه قوي بهذا الشان، ان بعد ما نجيب محفوظ تعرض لمحاوله اغتيال، هو من اصدقائه وشلته يعني كان فيها دكتور يحيى رخاوي ربنا يديله الصحه، وقال له الاحلام كتير قوي مضايقاني اعمل ايه يا يحيى، فقال له ابتدي دون الاحلام دي واكتبها. واكشلي نجيب محفوظ كتب احلام فتره النقاهه ككتاب بعد تجربته، ودي كانت حاجه لطيفه جدا ومبهره للغايه للاقران. لينكولن وجوليوس سيزر حلموا انهم هيتم اغتيالهم، يعني شافوا ان دي حاجه هتحصل، شافوها في الاحلام قبل ما تحصل وحكوها للناس. On the other hand في مثلا احلام للناس العاديه بقى ان هم بيحلموا ان هو هيقع من على حاجه، حلم هقع من على ده حلم شهير جدا، كل الناس جالها الحلم ده فما تتخضش، ده طبيعي. في احلام التي تتعلق بالالم، ان انا احس بالم شديد جدا ان انا محتاجه اخش الحمام، فدايما يصاحب هذا الحلم ان انا حاسس بالم في مكان ما في جسمي. معظم الامهات الجدد بيجي لهم احلام كتير جدا، معظم فتره الحمل نفسها بيصاحبها احلام وكوابيس. على تقسيمة الأحلام على dreams، في أنواع من الأحلام بتتوصف بأنها recurring dreams، الأحلام التي تتكرر، وعادة الأحلام اللي بتتكرر دي ليها أهمية علمية نوعا ما بالذات في الطب النفسي. في حاجات بنسميها predictive dreams، predictive dreams دي ما هيش أحلام ليها تفسير علمي، يعني مفيش حاجة في الطب بتقول إن الحلم ده هيتحقق أو مش هيتحقق أو إن دي حاجة ليها تفسير علمي، ده في جزء كده ما ورائي في الطب أو في طب النوم، في حاجات احنا مش بنتحكم فيها وما لهاش تفسير علمي عندنا، وبالتالي انا ما اقدرش اشرحها لانها قاعده علميه.
في احلام شهيره جدا اسمها اللوسيد دريمز. اللوسيد دريمز دي هي الاحلام اللي وانا في الحلم حاسس ان انا بنفذ الحلم او ان الحلم ده بيتحقق فعلا. في اللوسيد دريمز عندنا ناس كتير جدا بتجيلها اللوسيد دريمز دي، ودي مش اشاره لمرض معين، دي ظاهره بتحصل لاغلب الناس الطبيعيه. نيجي للنايت ميرز. النايت ميرز هي دريمز التي بتقلب بنكت. النايت ميرز هي الكوابيس، فالكوابيس الدريمز with bad content أو ugly content أو violent content أو painful content دي nightmares. في ترم كده طبي نص علمي اسمه فانتازوجوريا. الفانتازوجوريا دي هي الأحلام التي تبدو حقيقية بصورة غير عادية لدرجة إن البني آدم بيبقى جواها مش عارف هو ده حلم ولا حقيقة. فدي توصيفات اللي منهم ليه بالنسبة لنا تفسير علمي أو ليه شرح طبي هو lucid dreams، الأحلام التي ندخل فيها ونشعر أننا نحلم. lucid dreams ممكن تكون dream initiated lucid dreams، يعني أنا ممكن أكون صاحي بفكر في حاجة وبعدين راح عليا نومة، فوأنا بحلم الحلم اللي أنا كنت الفكرة اللي كنت بفكر فيها بدأت تدخل مني في عالم الأحلام، وأنا في الحلم أبتدي وأنا جوه الحلم قصدي أبتدي أكتشف إن أنا بحلم، يعني بدأت بحلم وأنا في الحلم أكتشف إن لا ده حلم ده بس ممكن يكون حقيقة. وفي الويك انيشيتد لوسن دريمز، لا دي اللي انا كنت صاحي وبعدين من الصحيان دخلت واتزحلقت في الحلم بتاعي. دريم تايم باسج، ان يكون الحلم اللي انت بتحلم بيه مش مكثف انما زي ما بيحصل بنفس سرعه احداثه في الحقيقه بتحصل في الاحلام. فدي ليها دعوه ان عاده الاحلام ما بتكونش ريسبكتنج كرونولوجيكال تايم، انا ممكن ابتدي في الحلم صغير واعجز والحلم كله 3 4 دقائق، لا في التايم باسج الاحلام دي بتبقى بالظبط اللي بيحصل في الحلم، الوقت اللي بستخدمه لعمل حاجه في الحلم هو نفس الوقت اللي بستخدمه لعمل حاجة في الحقيقة. فدي actually lucid dreams. نقطة بقى dream interpretation عشان برضو يعني ما نفتكرش الموضوع مش علمي قوي، يعني أشهر كتاب قديم لتفسير الأحلام بالمناسبة ومعظم الديانات السماوية فيها كتب عن تفسير الأحلام، يعني في حاجات كتير اكتشفتها وأنا بدور، لا يعني الموضوع ليه significance غير عادي سواء عند المسيحيين أو اليهود أو حتى عند ديانات غير السماوية. اول كتاب، وطبعا مش دايما بنقول على الحاجات دي ناس سودو ساينس، في حاجات ساينس في حاجات سودو ساينس، مقاييس عصرهم، الرجل ده اللي هو اسمه ابن سيرين ده عمل كتاب عن تفسير الاحلام. احنا طبعا مش بنتعامل بجديه مع تفسير المحتوى اللي جواه النهارده، بس بمقتضيات عصره بزمنه كان ده يعتبر تكست بوك، ده كان كتاب في القرن ال 19. طبعا طلع سيجموند فرويد، ربنا يبشمش الطوبه اللي تحت دماغه الحقيقه يعني، وهو كان شايف ان طبعا سيجموند فرويد كان ليه نظريات عظيمه جدا فيما يخص النفس البشريه، ومن ضمن كتاباته كان في كتاب عن تفسير الاحلام اسمه تراوم دويتونج. طبعا زي ما احنا بنبص لكتب ابن سيرين حيان دار برضو الدكاتره النهارده بيبصوا لسيجموند فرويد على انه زي ابن سيرين كده، الكلام يعني اللي هو مش طب قوي ونص طب، بس في حاجات صح مش ماشيهوش. سيجموند فرويد والصوره اللي على الشمال دي تراوم دويتونج، دي المانوسكريبت الاصلي، ده الصوره الاصليه بتاعه الكتاب بتاعه الحقيقه، كان اسمه تراوم دويتونج او تفسير الاحلام باللغه الالمانيه. فهو عمل ذا انتربريتيشن اوف دريمز، وكان اول واحد يتكلم ان اللي بيحصل في الاحلام الاحلام ده ما هوش ملوش معنى، ده كان شايف ان ده الرويال باث واي للكونشسنس او للسب كونشسنس. هو شايف ان افكارنا فيها جزء كونشس جزء بري كونشس وجزء ان كونشس. طيب ايه اللي بيحصل بقى في الجزء الكونشس ده؟ المانيفست كونتنت. يعني ايه؟ يعني في حاجات لما بتحصل في الحلم انا بشوفها زي ما هي في الحقيقه، لو انا بحلم ببابايا بشوف بابايا، لو انا بحلم بشخصيه عامه فهي هذه الشخصيه العامه في الفيلم. بينما في unconscious content الجزء اللي فيه لا وعي احنا عندنا latent content. latent content ده ما بيظهرش بنفس الوضوح اللي كان حاصل لما بنشوف manifest content، يعني بنشوف الحاجه بس مستخبيه في صوره حاجه تانية، او بمعنى تاني اتعشى من الصوره دي تكون واضحه لحضراتكم، بس دايما بنقول ان الconscious level بتاع البرين او الconscious brain ما بيشتغلش على اكتر من 10% من الافكار اللي بتجيلنا، بينما البري كونشس اللي فيه الميموريز والستورد نوليدج ده اللي احنا عارفينه، ده اللي على الحافه ما بين الكونشس والانكونشس. يجي بقى الانكونشس ليفل، في الانكونشس ليفل بيتحط لنا كل الحاجات اللي احنا مش عارفين نتحكم فيها كونشسلي، الفير، الفايلنت ايدياز، الارجز، السلفش ثوتس، الايموشنال الويشز، الحاجات اللي نفسنا نحققها، الحاجات اللي احنا بنتكسف منها، الحاجات اللي احنا عايزين نخبيها، كل الحاجات دي الحقيقه مش بتجري كده قدامنا في الكونشس برين، والا كنا كلنا فقدنا عقلنا بصوره او اخرى. في حاجات المخ بيضطر يخبيها او يحطها على جنب علشان يعرف يتعامل معها احسن، او عشان ما تبوظش حياه السبجكت ده. بعد سيجموند فرويد جاء كارل يونغ،
وكارل يونغ ده من الناس اللي اتكلمت بجد جدا على موضوع الاحلام ده، وكان شايف ان الاحلام دي في جزء منها ليه دعوه بالكولكتيف انكونشسنس، يعني ده انت مش بتحلم بحاجات تخصك بس، دي ممكن تخص مجموعه حواليك او ناس ما تعرفهاش قوي او مجتمعك. وكان شايف ان في جزء كتير من الاحلام ما هواش زي ما كان فرويد بيقول كلها على درايفز والحاجات الفيري بريميتيف والسكشوال ديزايرز، لا ده في حاجات تانية. هو كان شايف ان we are not conscious to present itself، يعني الحاجات اللي احنا بنحلم بيها are not conscious to present itself in dreams asking for recognition، يعني هم مش طالبين مننا الاذن عشان يدخلوا في الاحلام، الحاجات اللي بتجي لنا في الاحلام ما بتطلبش اذن، و they come up عاده in a distorted way when we least expect it، يعني ممكن يجي لك حلم حاجه كنت بتفكر فيها من مده وتجي لك في توقيت تاني. ف they do not respect time و they do not respect your own recognition او your own desires، انت مش كل حاجه عايز تحلم بيها هتحصل لك في الاحلام. الرسمه اللي تحت دي لسلفادور دالي، ودي هو من اكتر الناس اللي رسمت الاحلام الحقيقه، سلفادور دالي كان بيرسم احلامه. بعد كده بقى ده ألفريد أدلر، وده من الناس برضو العظماء كده اللي كتبوا عن الأحلام، وقال لك إن الأحلام it's not about impulses it's about motivation and drives، دي في حاجات بتحصل في الأحلام أنت ناوي تعملها بتفكر تعملها ليها دعوة بالدرايفز اللي عندك عشان تقدر تشتغل عليها. آخر مدرسة في الكلاسيكال سكولز بتاعت السايكولوجي أو بتاعت علم النفس كانت الجشتال ثيوري. الجشتال ثيوري معتمد إن إحنا بنشوف الحاجة كلها as a whole picture، فالجشتالت كانوا بيقولوا ان احنا عندنا كل واحد بيتعامل مع الاحلام as a unique experience، يعني ما ينفعش اسمع الحلم ده من حضرتك واقول لك الحلم ده تفسيره كذا، انا محتاج اعرف الحلم ده وعلاقتك بالناس اللي ظهرت في الحلم في الواقع عامله ازاي ويور اون اكسبيرينس اثناء الحلم كانت ايه. يعني انا حلمت ان انا بقتل مدير ليا، طب انت في الحلم ده زعلان انك قتلته ولا مبسوط انك قتلته؟ مجرد شعورك اثناء الحلم يفسر لي انت بتفكر في الحلم ده ازاي او بتحاول تعمل تشتغل عليه ازاي. فالدريم بروسيسنج ان جنرال بنقول ان في اربع حاجات بنشتغل عليها في حاجات بتظهر في الاحلام. جزء ليه دعوه بالكوندنسيشن، ان انا بكثف الاحلام بحيث ان انا ممكن اشوف مراحل مختلفه او اماكن مختلفه في نفس الحلم. ممكن اعمل ديسبيسمنت في الحلم، ديسبيسمنت هي الازاحه، ان انا في حاجه مثلا مؤرقاني او مضايقاني جدا بس انا مش قادره اتعامل مع هذه الفكره، فقررت ان انا احطها في صوره على صورة تانية، ان انا بشوفها او بتعامل معها بأزيح مشاعري على حاجة تانية، فانا مش قادر مثلا اتعامل مع ان انا عندي مشكلة مع والدي فابتدي ازيح مشاعري على شخص تاني واتعامل مع هذا الشخص التاني في الحلم بهذه المشكلة. representation ان الاحلام تمثل شيء ما، انت ممكن تشوف رمز في الحلم هو يمثل شيء تاني في الحقيقة. فرويد كان ليه مثل شهير جدا، الناس اللي بيشوف في الحلم سيف او تعبان هذا يمثل او ده سيم سوري ده كده في سيمبلايزيشن، ده سيمبل لحاجه انت لحاجه ذكوريه لراجل موجود في الحياه. بينما في الريبرزنتيشن انت ممكن يكون قدامك رمز جوه الحلم وهو يمثل قيمه كبرى بالنسبه لك، يعني تشوف في الحلم مثلا ساعه وهذه الساعه تخص حد عزيز عليك، الساعه دي موجوده فعلا في الحقيقه وتخص حد يعز عليك، ده الريبرزنتيشن. في السيمبلايزيشن انت بتشوف حاجه رمزيه وليها تفسير تاني عندك قد يكون حقيقي وقد لا يكون حقيقي. نيجي بقى للمودرن سليب، يعني ده كان الكلام التاريخي نوعا ما، اول اب حقيقي لطب النوم او للمودرن سليب هو يوجين ازرانسكي. ازرانسكي ده كان فيزيولوجيست شهير جدا. ازرانسكي ده كان عامل معمل اي اي جي، وفي معمل الاي اي جي بتاعه ده كان بيسجل مع طالب عنده هو وبرجر، كانوا بيسجلوا اي اي جي الاطفال نايمين، وهم بيسجلوا في الاي اي جي لقوا ان هم عندهم وهم بيسجلوا في اي اي جي لقوا ان احنا عندنا الاطفال اللي بيسجلوا لهم اي اي جي وهم نايمين عينيهم بتتحرك وهم نايمين. لما لقوا ان عينيهم بتتحرك وهم نايمين خمنوا ان النوم از نوت وان بلوك، النوم ده فيه فيزز، النوم ده فيه مراحل. فاثناء مراحل النوم دي اكتشفوا ان احنا غالبا في حاجه تانية، فسجلوا وهم نايمين من الاطفال دول وهم نايمين سجلوا لهم اي او جي او الكترو اوكيولوجرام اللي هو الليد اللي موجود فوق ده، الاي او جي سجل حركه العينين السريعه، فاكتشفوا انه اثناء ما الاطفال دول نايمين بيظهر المنظر ده في الاي او جي، وده كان اكتشاف الرام سليب او الرابيد اي موفمنت سليب، وده يعني البدايه الشرعيه المنظر الحديث بتاع طب النوم. ده منظر جديد خالص بقى لما بنعمل بوليسونوجرافي، ده من الريكوردز بتاعتنا في مستشفى الحاضره في ناريمان، ان احنا ما بنشوف الرام سليب اننا بعرف الشخص ده نايم ولا لا، بنعمل حاجه اسمها رسم نوم. في رسم النوم بنستدل بمنظر الاي اي جي والاي او جي والتشين اي ام جي عشان نعرف انا في اي ستيج اوف سليب. بعد كده عندنا اذر ليدز زي الاي سي جي والتشين اي ام جي والسنورينج مايكروفون والريسبيريشن
اعرف منهم بالظبط الشخص ده عنده مشكله اثناء النوم ولا لا. طيب عشان اقول ان الشخص ده في الاحلام، في 3 شروط: منظر معين للاي اي جي او لرسم المخ، الاي او جي نفسه بيبقى فيه رابيد اي موفمنت، حركه العين السريعه، بينما الاي ام جي از فيري بيزل او اولموست نل، ان انا حركه العضلات دي واقفه تماما، معظم العضلات بتبقى مشلوله اثناء الرام سليب، وده طبيعي وسليم. امتى تبقى مش طبيعيه او سليمه؟ هنتكلم عليها كمان شويه. بس اثناء نوم الاحلام الانسان ده ما بيتحركش، الحاجات اللي بتتحرك فقط respiration، cardiac function. ده كده منظر الرابيد اي موفمنت سليب للشخص اللي نايم. طبعا الحاجات دي ليها تفسيرات علميه، وعندنا نيورو امينز او ببتايدز في البرين بتتحكم في which stage of sleep we are in. ففي حاجات بتسمح ان الرام يحصل، في حاجات ما بتسمحش الرام يحصل. فاثناء نوم الاحلام يوجوالي الاسيتالكولين والسيروتونين بيكونوا سوري السيروتونين والدوبامين بيكونوا بيقلوا، بينما الاسيتالكولين بيزيد. هل ده ليه تفسير؟ هنشرح فيها كمان شويه. دي ثيريز اتحطت، ودي كانت بيبر عظيمه جدا اتنشرت في نيتشر، وكانت بتتكلم عن النوم، بالمناسبه كانت بتتكلم عن النوم in relation to schizophrenic patients، يعني في المرضى اللي عندهم سكيزوفرينيا، ولقوا ان كل area of the brain ليها تفسير على مستوى الاحلام. يعني مثلا الايمجز اللي احنا بنشوفها في الاحلام بتيجي من prefrontal visual areas، الجزء بتاع الثالاموكورتيكال ريجن او ثالامس. الثالامس دي في العادي بتتحكم في الالم، فاكتشفوا ان احساسنا بالالم واحنا في الاحلام ده بيحصل من خلال الثالامس. On the other hand لقوا مثلا ان عشان الشلل اللي بيحصل في العضلات ده يحصل، بيبقى فيه inhibitory impulses او في حاجات بتتبعت في البرين ستام تقول له ما تتحركش، العضلات اللي مسؤول عنها السبانال كورد كله ما تتحركش اثناء النوم. يعني في كل مراحل النوم انا عندي كذا اريا في البرين بتشتغل وبتشتغل اكتفلي. لما صوروا بقى بالفانكشن الام ار اي، وده كان فتح عظيم برضو في 2010 2012 كده، اول صور طلعت لناس نايمه وهي في الام ار اي، هم طلعوا ان الشخص اللي صاحي ده منظر الام ار اي بتاعه، الفانكشن الام ار اي بتاعه، الحتت الحمراء او البرتقاني دي الحتت الفيري اكتف، الحتت الزرقاء او الخضراء دي ار لس اكتف، ده بيحصل اكتر في الستيج 2 سليب او في الديب سليب. بينما في الرام سليب لقوا ان في ارياز كتير ار فيري اكتف في البرين. عشان كده احنا دايما بنوصف الرام سليب وي هاف ا فيري اكتف مايند اند ا بارالايزد بودي، مخنا شغال كويس جدا بينما جسمنا مشلول، وده من رحمه ربنا بيه. في 2012 اتنشر اول بيبر عن او وضحت اول بيبر عن الكومبينيشن بين الفانكشن الام ار اي والاي اي جي، ولقوا ان الارياز دي ار فيري اكتف في البرين. نلاحظوا ان البري فرونتال كورتكس شغاله، الاوكسيبيتال لوب شغاله، في جزء عند التمبورال لوب شغال، وفي جزء جوه كمان قريب جدا من الهيبوكامبس والميدالا. فالحقيقه الناس دي يعني المخ ده فيه حاجات بتشتغل وبتحصل في الاحلام اكتر من مجرد الصور اللي احنا بنشوفها ونحلم بيها. فالدور سولاترال بري فرونتال كورتكس بتدينا جزء من الافكار اللي بنحلم بيها. البارايتال لوب ليه دعوه بالموتور فانكشنز اللي بتبقى واقفه عاده. الهيبوكامبال ارياز بتبقى اكتيفيتد، الفرونتال هيبوكامبال اريا، ودي ليها دعوه بالميموري بتبقى فيري اكتف. فالحقيقه الموضوع مكلكع نوعا ما لو اتكلمنا في العلم الجد يعني، بس حقيقي الاحلام مش مجرد فكره او حاجه بنعدي فيها، ده بروسس كامل بيحصل في البرين. واحده من اهم المودرن ثيريز اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي ان حتى اثناء الاحلام بيحصل بروسيسنج للميموري وانفورميشنز بروسيسنج. يعني ايه؟ يعني كل حاجه بتعدي علينا طول النهار بنشوفها او بتحسها او بنتعامل معاها، الحاجات دي بتبقى بتتسجل في مخنا. لما بتتسجل في مخنا اثناء فتره الاحلام بيحصل بروسيسنج لهذه الافكار ولهذه الصور، في حاجات المخ بيحطها قدام لانها ذات اهميه للشخص اللي بيحلم، وفي حاجات بتتركن ورا خالص في البرين مش عايز يفتكرها او مش مهمه بالنسبه له دلوقتي. بس مفيش معلومه واحده بتعدي على البرين وبتقع، بتتحوش في مكان ما. البروسيسنج بقى بتاع المعلومات دي كلها بيحصل في فتره الاحلام، والرام كونسوليديشن الميموري كونسوليديشن قصدي بتحصل في فتره الاحلام، يعني الفتره اللي احنا بنركز فيها ونبتدي نفتكر ونذاكر وحاجات كده. لو احنا نمنع المذاكره وحلمنا بالحاجة اللي ذكرنا بيها نفتكرها كويس قوي. وهقول لكم حلم شهير جدا اللي خاضوا امتحانات عسيرة ما، ثانوية عامة، اي جي، ايا كان، دايما في حلم انك بتنام وانت مش عارف تحل مسألة معينة. لما بتنام بالليل وتحلم ممكن تحلم بحل المسألة، وتصحى الصبح تفيريفاي تكتشف ان الحل اللي انت حلمت بيه كان مظبوط. اذن في جزء في الاحلام is problem solving. وهنا ما هنتكلم على الفانكشنز اوف دريمز، هي ليها فانكشنز شديدة الأهمية. من غير احلام هيجرى لنا حاجه،
يعني أغنية بتاعت محمد منير، لو بطلنا نحلم نموت، دي مش نكتة، ده حقيقي. لو بطلنا نحلم نموت، مش شرط إن إحنا نموت إنما هنتجنن. ليه بقى؟ لأن النوم ده بيدينا شوية حاجات إحنا معتمدين عليها عشان نسرفايف. واحدة منها الميموري كونسوليديشن، بدون نوم كويس وأحلام كويسة الميموري بتاعتنا هتبقى وحشة جدا. بتدينا جزء في البروبلم سولفينج، أنا أقدر أحل بعض المشاكل وأنا نايم بحلم بيها. بعض الدرايفز او الافكار الشريره جدا اللي بتحصل في دماغنا ممكن ننفذها اثناء فتره الاحلام. يعني انا عايزه انتقم من حد، لو قتلته في الحقيقه هتحاسب، هتسجن، ضميري هيأنبني. في الاحلام انا حر اعمل اللي انا عايزاه. كل الحاجات الدرايفز، الحاجات الحرام، العيب اللي ما تصحش، اللي ما اقدرش انفذها في الواقع اقدر انفذها في الاحلام. بعض الادويه النفسيه ليها تاثيرات على الاحلام، عشان برضو في مس كونسبت عايزه اصلحه. مش كل الادويه اللي بتنيم زي بعضها، في ادويه بتنيم وبتهدي، في ادويه بتنيم مش بتهدي، في ادويه بتهدي ومش بتنيم. بعض الادويه بتاثر على الستيجز اوف سليب، ان الستراكشر بتاع السليب، احنا لما بنشوف المنظر عامل ازاي على الادويه ده بيغير لي الستراكشر بتاع السليب تماما. ففي حاجات تقلل الاحلام زي الاس اس ار ايز، وفي حاجات زي الماو انهبيتورز، ودي عائله شهيره جدا من الادويه كانت بتستخدم زمان للنفسيه، وحاليا الانديكيشنز اللي فاضله ليها ليها دعوه بالباركنسون، دي ممكن تعمل ريبلوك، ممكن تقفل الاحلام تماما. طيب هل في امراض تتعلق بالاحلام؟ REM sleep disorders او الامراض التي تتعلق بالاحلام يترأسها 5 عائلات. nightmares، recurrent nightmares تعتبر، recurrent nightmares تعتبر مرض، يعني اللي بيجي له كوابيس كتير ده مرض. اللي بيجي لهم sleep paralysis، sleep paralysis هو فينومينا بتحصل في الناس العاديه بس لو حصل زياده عن اللزوم بتبقى مرض. الRAM behavioral disorder هو اكتر مرض شهير وذو اهميه طبيه. حابه اكلمكم النهارده عن نايت ميرز الاول، بس النايت ميرز ار يوجوالي فيفيد، فيري فيفيد، احنا بنشوف الكوابيس على انها حيه قوي وواضحه قوي، وبتدينا احساس ان احنا مش مستريحين. شرط انه يكون كابوس ان انا هصحى، وشرط انه يكون كابوس هبقى فاكره يا اما كاملا يا اما جزئيا. عشان في حاجات تانية هنعرفها بعد كده للناس اللي مهتمة بالسليب، في حاجات بتبقى شبه النايت ميرز وهي مش نايت ميرز، زي النايت تيرورز اللي بتيجي في الأطفال أو الفزع الليلي. فاللي عندهم كوابيس، الكوابيس are exclusively painful أو miserable experiences، فيها fear، فيها terror، وبنفتكرها وبنصحى فيها، مش بنصحى الصبح فاكرين إنها حصل. السليب paralysis، وقد ينطبق عليه المثل أو التعبير اللي في ناس كتير في العيادة تيجي تتناك كفاية وتقول لي ده أنا عندي جاسوم. الجاسوم ده تعبير ادبي مش تعبير طبي، يعني في حاجات كده في الماورائيات ما الناس دعوه بيها. السليب باراليسيس ده عباره عن ايه؟ ان انا لما بصحى لو حصل في الاحلام، زي ما قلت لكم في الاحلام عضلاتنا بتكون بارالايز مشلوله، لو حصل ان انا وانا عندي كوابيس دي بالليل او عندي الاحلام بالليل وجسمي بدا يتحرك، هبتدي انفذ الاحلام اللي انا بحلم بيها. فده اسمه دريم انكتمنت، ده مرض بقى، ده اللي هو ايه، الرام بيهيفيرال ديس اوردرز. في ناس يا عيني بقى بيتسحب، يصحوا الصبح هو جسمه صحى، مخه صحى، عضلاته ما اتحركتش. يعني هذا الشخص وصل لمرحله انه صحى، حصل اراوزل، جميل. بعد ما حصل اراوزل ده المفروض بقى مخي بيصحى والعضلات بترجع تتحرك on the same time. بيحصل لهم لابس كده اهو، ان الشلل ده يفضل شويه بعد ما المخ يصحى، بعد كده يرجع. الشلل ده بيبقى مرعب لان هو شلل كامل. هذا الشخص لا يستطيع تحريك اي حاجه غير عينيه، حتى ما يعرفش يفتح جفنه. كل عضلات جسمه مشلوله ما عدا عينيه اللي بتروح وتيجي على اليمين وعلى الشمال، ونفسه وقلبه كانه لسه في الرام ستيج. هذا الشعور مخيف جدا. طب هل ده ممكن يحصل؟ ممكن يحصل فيزيولوجيكلي لو بيجي على فترات بعيده قوي او بيجي لفترات قصيره قوي. لو بدا يجي فريكونت، يعني كل يوم، وبدا يجي لفترات طويله، ربع ساعه، نص ساعه، بناخد الموضوع انت انتو كونسيدريشن ان في بعض الامراض من تشخيصاتها ان انا الاقي sleep paralysis. اخر مرض حابه اتكلم عليه النهارده هو الرام بيهيفيرال ديس اوردر، زي ما قلت لكم ده عكس السليب باراليسيس. بقى ده شخص الاتونيا او الشلل اللي بيحصل في الاحلام بيبقى اترفع عنده، فده يقدر ينفذ احلامه. هذا الشخص لطيف، مصري لطيف، بيحلم ان هو بيقطع بطيخه بالسكينه، فاحنا شايفين ايده وهي بتتحرك وهو نايم على اساس انه بيحركها زي ما بيقطع بطيخه في السكينه. طبعا لسوء حظ اللي نايم جنبه، لو اللي نايم جنبه ده ممكن يتضرب نفس الضرب اللي هتتضرب البطيخه دي، فدي بنسميها الرام بيهيفيرال ديس اوردر. ودي ليها اهميه مش بس كوميديه والافلام، ليها اهميه شديده جدا لما بتحصل مثلا ويبقى فيها فايلنس كونتنت، يعني هذا الشخص بيضرب مثلا، الراجل بيصحى وبيضرب مراته،
هل هناخد الموضوع ده لايتلي؟ يعني هو الراجل ده يعني بيتلكك يضربها، ولا هو عيان يا حرام وصاحب عيا ولازم نعذره؟ هنا بقى لازم نلاقي الدياجنوستيك كرايتيريا بتاعت الرام بيهيفيرال ديس اوردرز عشان نعرف هذا الشخص كان قاصد يضرب مراته ولا لا. حقيقة في بعض القضايا بتتعرض جنائيا، يعني ليها ميديكال ليجال اسبكتس، ان في ناس تنزل تعمل حاجات كتير، فتاني ليها تشخيصات وليها كرايتيريا بتحترم تماما. من اشهر الكتب اللي اتكلمت عن الرام بيهيفيرال ديس اوردرز كان في كتاب روائي شهير لميجال دي سيرفانتس اسمه دونكي شوت او دونكي خط، لو سمعتوا عنه. الحقيقه هو وصف الرام بيهيفيرال ديس اوردرز تماما بتاعت هذا الشخص وبيحلم بطل القصه. فاف يور انترستد تبقوا تقروها، لان ده كان تقريبا اول وصف ادبي للرام بيهيفيرال ديس اوردرز. ده كده منظر رسم النوم، لو احنا بنشوف رسم النوم لحاله عندها رام بيهيفيرال ديس اوردر، وهنا الموتور اكتيفيتي، الاسهم الحمراء دي بتشاور على الموتور اكتيفيتي ديورينج رام سليب، هذا الشخص بيتحرك وهو نايم. فالموضوع مش مجرد خيالات، لا ليها دياجنوستيك كرايتيريا وبنعتمد عليها عشان نقدر نشخص الحالات. اخر حاجه حابه اكلمكم النهارده عليها ان شاء الله الجزء اللي دعوه بالسليب هايجين وازاي تخلوا نومكم افضل. حاولوا تلتزموا بسليب سكادجول محترم، ان احنا بننام في نفس الميعاد ونصحى في نفس الميعاد. ما نتحايلش على النوم، لو النوم ما جاش نقوم نسيب السرير بالليل. ما ننامش بالنهار بقدر الامكان، ولو هناخد هيلثي ناب هتبقى في حدود 15 ل 20 دقيقه. فيزيكال اكتيفيتي بالنهار مهم عشان نعرف ننام بالليل، وافتكروا ان السرير مكان اكسكلوسيفلي فور سليب اند سكس. مش بناكل في السرير، مش بنتفرج على التلفزيون في السرير، مش بنقعد على الموبايل في السرير، مش بنشحن اللابتوب ونقعد نذاكر في السرير. السرير مكان للنوم. اتعشى من يكون ما طولتش عليكم، ونرجع ان شاء الله للمحاضره. ميرسي جدا لحضراتكم. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور. دلوقتي ممكن نبدا الاسئله. تمام. هو يوسف فاروق بيسأل حضرتك، هل الفترة أو المرحلة اللي احنا بنبقى نايمين فيها بتتحدد بالساعة ولا بتتحدد بالإي إي جي؟ ولا الساعة ما بتتحددش فعلا احنا نايمين في أي مرحلة؟ لا احنا بنعرف نحدد احنا نايمين في أي مرحلة بناء على ثلاث حاجات، الإي جي والاي او جي والبيزل اي ام جي اللي بيبقى في التشين، عشان ده اللي بيورينا فيه اتونيا ولا مفيش اتونيا. دول بنعتمد عليهم عشان نشخص. بس هو البني ادم بيبقى نايم، يعني هو بيبقى شكله نايم، منظره نايم. منظر النوم بقى بالليل دي ما نقدرش نحددها غير بالبوليسومنوجرام اللي هو رسم النوم او تخطيط النوم. تخطيط النوم الدقيق اللي هو فيه رسم مخ ورسم عضلات ورسم التنفس، وبنقدر نتفرج طول الليل العين ده نايم ازاي ونحلل كمان نومه عامل ازاي. يعني في أميرة فايد بتقول سؤال، إيه تفسير إن ممكن أدخل في عالم الأحلام وأنا لسه واعية بس بروح في النوم أسمع أصوات أو أحياناً بشوف صور؟ ده أول سؤال. ده إيه كمان؟ وإيه تفسير هو ده ليه تفسير طبعاً، يعني كل الحاجات دي ليها تفسير علمي بحت. تاني سؤال عندها بتقول، إيه تفسير إني أصحى في وسط نومي وأحس إن كل جسمي كأنه في موج بيتحرك أو بعيوني شايفاه ثابت ودقايق كده والتمويج ده بيقف؟ ده وارد يحصل برضه. اولا اي اكسبيرينس بنحس فيها اثناء النوم، يعني ممكن نسمع حاجات، نشوف حاجات، ندوق حاجات، نحس بالالم، نتخيل بافكار، كل دي حاجات بتحصل اثناء فتره النوم. طيب which is a normal phenomena. لو انا بصحى الصبح جسمي بقى بيوجعني قوي وتعبانه، دي ليها تفسيرات طبيه. يعني ليه؟ هل ده bad quality of sleep؟ كان لايت سليب، امبروبر سليب هايجين، يعني مش بتنام في مواعيد محترمه فمش ماشيه معانا نوم. دايما الستريس او الدريم اكسبيرينس اللي احنا بنشوفها واحنا نايمين احنا بنحس بيها حقيقي، يعني لو حد جاله بالبيتيشنز وهو نايم او حس بالبين وهو بيحلم، ده حقيقي تماما، والجسم بيتعامل مع الستيمولاي دي على انها حقيقيه، وبالتالي هي مؤلمه واحيانا مرعبه للشخص اللي بيحلم. فوي تيك ات سيريس الحقيقه ان دي حاجه ذاتها حساسيه. تمام. في آية بتقول ممكن توضيح للنوم بالإيحاء أو النوم المغناطيسي؟ كان على عيني والله. ده من الحاجات اللي ملهاش أي تفسير طبي. وفي ناس بقى بتقول لك أنا بشتغل يعني في حاجات كده، يعني مش عايزة أكرر تعبيرات جارحة يعني، بس في ده كان بيقول لك ده العلاج بالهبل، يعني مش عارفين إيه ده بالظبط. فالعلاج بالطاقة، أنا مش بنكر أي حاجة من هذه العلوم لأني ما درستهاش، بس هي ملهاش أي تفسير طبي عندي. فالجزء الكبير قوي بتاع التنويم المغناطيسي او اكشلي الهيبنوثيرابي، يعني لو احنا بنتكلم الناس اللي اتعالجت زمان بالهيبنوثيرابي دي كانت بتاخد ادويه، يعني ما كانش بس مش بيعدي الساعه بالبندول قدامه ويقول له نام وحاجات كده. بس هو اي حد سهل انه ينام، يعني لو انا عندي شخص بينام بسرعه او بينام على نفسه، ده ليه تفسير طبي عندي ان هو شخص عنده مرض ما في النوم بيخليه ينام بسرعه، وحتى ده عرض شهير في امراض النوم.
فانا مش بقدر اخد الحاجات، اولا لو انا ما درستهاش ما بحبش اشرحها عشان اكون شخصيه علميه، ولو ما لهاش تفسير طبي انا بقول ده مش جزء مش طبي، ده جزء ما ورائي او فرع علمي او فرع سايكولوجي او اي حاجه من الحاجات دي. تمام. ندى أسامة بتقول إيه تفسير إن حد يحلم بحاجة وتحصل، أو يحلم بشخص بيموت ويصحى يلاقيه فعلا اتوفى، وآخر حاجة إن يكون الشخص راح لمكان وحس إنه فيه قبل كده أو حلم إنه راحه قبل كده؟ دي حاجة بتحصل بصورة طبيعية، دي حاجة طبعا عشان أقول إن الشخص ده ليه كرامات وهذا الشخص حقيقي يعني يقدر يتنبأ بحاجات بتحصل، فإحنا هنسأله بكرة هيحصل إيه. والله لو قال لنا أو حلم لنا وتاني يوم اتنفذ، يعني ما يح... الحاجة اللي بيحلم بيها بتتنفذ بنسبة 100%، عاوز أدميت إن هذا الشخص عنده هذه القدرة. بس الحقيقة أنا شاكة إن هذه القدرات موجودة، لأن دي احتمالات. يعني أنا أعرف إن فلان مريض فممكن أحلم إنه خف وممكن أحلم إنه توفى. لو صبح قالوا لي ان هو توفى فدي احتمال من الاثنين اللي كانوا ممكن يحصلوا طبيعيا. ده التفسير العلمي. في نقطه تانية كمان، ان في حاجات تريكي في البرين، في حاجات بتحصل في الحقيقه بنتخيل انها كانت حصلت لنا قبل كده، اما اننا تعرضنا لهذا الموقف في الواقع او تعرضنا لهذا الموقف في الاحلام. فانا لو ده حلمت بيه من شهور او من سنين وجالي في اللقطه دي well and good. بالمناسبه في حلم برضو مشهور جدا معظم الناس بتحلم بيه، ان انا داخل الامتحان وهسقط مش فاكر، خدوا مني الورقه دخلت متاخر، ده حلم مشهور قوي بالذات في مصر يعني. فتاني ان انا اقول احلامي ليها قدره على التنبؤ، فانت بتحط نفسك في منزله اعلى من بقيه البني ادمين وملهاش تفسير علمي. يعني زي ما بيقولوا احلام الانبياء او احلام الصالحين، انا ما اقدرش انكر حاجه زي كده لو انا مؤمنه بيها من باب العقيده ان انا مؤمنه بيها في ديني ولا جود، بس انا ما اقدرش افسرها على مستوى البشر العاديين. تمام. طيب دلوقتي في 3 حابين يسألوا، وبعد كده نكمل الأسئلة تاني. ممكن نبدأ بأول حد معانا، دكتور نهلة أحمد، ممكن unmute. تمام. طيب أسماء دعروبة، ممكن تعملي unmute وتسألني. أيوة يا دكتور، أهلا وسهلا. سامعيني كده؟ تمام. كنت أسأل حضرتك عن ال selective serotonin reuptake inhibitor اللي حضرتك اتكلمتي عنه، هو فعلا بيقلل الأحلام ولا بيزودها؟ في أنواع بتقلل وفي أنواع بتزود، يعني فلوكستين زي أول واحد فيهم، السيبراليكس مثلا. السيبراليكس بيزود الأحلام والباروكسيتين بيزود الأحلام والسيرترالين بيزود الأحلام. عشان كده طب ساعات بتبقى بقول في للعينين ما تاخدهمش قبل النوم، ابعدهم يعني النوم، خدهم اول النهار لانهم هيزودوا الاحلام. في نقطه مهمه كمان عايزه بس اوضحها في النقطه دي، لان ممكن يتصادف ان عين احلامه زادت هو بياخد الاس اس ار ايز، لان الدبرشن اتحسن. الدبرشن من الامراض اللي بتعمل رام سبريشن، بتوقف الاحلام، اللي بيكتئب ما بيعرفش يحلم. فالحقيقه الرام سبريشن ده لو حصل لما بيبتدي العين ده يتحسن بيحصل ريباوند رام، بيبتدي يحلم زياده ويحلم كتير، فدي بتبقى علامه تحسن. يعني بيقول يا دكتور انا بحلم كتير قوي او بيجي لي كوابيس كتير، اقول الحمد لله على السلامه كده احنا بدانا نتحسن. فايتس فينومينا يعني. كويس جدا. تمام. عهد جمال، ممكن تعملي unmute. مساء الخير مساء النور. دكتور، معلش انا كان عندي سؤال، بس هو انا شفت قبل كده توك على تيدكس ان في ناس اساسا بتعرف ان هي مثلا تذاكر او تفتكر الحاجه، مثلا لو عندها حاجه هي حابه ان هي تفتكرها فبتقعد تكررها في الحلم كتير، ان هي بتقدر تكنترول their dreams، ويعني الميموري بتاعتهم بتتحسن وبيقدر ان هو يعمل استرجاع للانفورميشن كويس جدا. وعندي سؤال صحيح. تاني، او يعني ازاي بقى ان انا اقدر حاجه اعمل حاجه شبه كده؟ وكان عندي حد من صحابي، يعني هو كان بيقولي ان هو بيبقى conscious ان هو دلوقتي he's dreaming، ففي حاجه دي شبه اللوسيد كده دريمز، actually. هي دي اللي قلناها في اول المحاضره، دي اللوسيد دريمز، ان انا جوه الحلم عارف ان انا بحلم، ده طبيعي وسليم وما فيهوش اي مشكله، بس بيبقوا دايما فيري alert. الجزء بتاع بام لما حد بيذاكر دايما بيقول لو انت عايز تفتكر المعلومه اقراها قبل ما تنام، لو كلمه مكلكعه فورمولا مكلكعه ترمينولوجي صعب شويه نقراها قبل ما ننام على طول. لما بننام بالمعلومه دي اخر حاجه، اخر حاجه فريش دخلت المخ، بتدخل في الرام سايكلز، وهي بتدخل في الرام سايكلز المخ بيعملها ريهرسال كذا مره، يعني هو المخ اللي بيبتدي يذاكرها بالليل كويس قوي. فالناس دي احلامها احسن من العادي، بس الشرط عشان ده يحصل ان احنا ننام في مواعيد طبيعيه. يعني انا لو بنام كل يوم وش الفجر
قابليني لو الميموري دي اشتغل، لان كل السليب سايكلز هتبقى متلخبطه وكل الفيزز اوف سليب هتبقى اقل. فدي حاجه تستلزم ان الشخص ده يكون الرت وصحي وبيستخدم دماغه كويس جدا، مش قاعد طول النهار مثلا على الشاشات او بيدخن سجاير كتير، وبينام في مواعيد محترمه، كده السليب سايكل بتاعته هتخدمه احلى خدمه. طب انا عندي سؤال تاني معلش، انا عارفه ان كل واحد فينا عنده سليب سايكل مختلفه، وكمان هو شويه يعني انا عارفه ان الكورتيزول لما بعد بالليل بيقعد يتفرج كتير ومع قله النوم، فده برضو بيأثر على الميموري بتاعنا وعلى الفوكس. فانا ازاي كل واحد هيبقى عنده سيركاديان ريزم مثلا مختلف، والكورتيزول اساسا يعني انا عارفه تقريبا من 9 الصبح بتبقى بدايته، وهو ده بيبقى المعدلات الطبيعيه بتاعته. السيركاديان ريتم واحد من 4 انواع من الريتمز اللي المخ او الجسم بيمر بيها. السيركاديان ريتم هو الدوره اللي على مدار ال 24 ساعه. على مدار ال 24 ساعه دي ممكن تختلف من بني ادم للتاني في ساعه او اتنين، بس الطبيعي في حاجات المخ اوتوماتيك بيفرزها في مواعيد معينه، انت احترمتيها خدمك، ما احترمتيهاش ما خدمكيش. يعني حاجه زي جراث هرمون اللي بيطلع بالليل، جراث هرمون ده بيظهر في الاطفال، بيبتدي يطولهم ويطول شعرهم ويحسن الذكاء ويزود البرين سينابسز وكلام محترم جدا، بس لازم يكون بدري. نوم في الاطفال المفروض يبتدي من الساعه 8 او الساعه 7 بالليل حقيقي، اول ما الدنيا تظلم. لو انا ما بنامش الهرمون ده ما بيطلعش غير بعد ما اقعد في الضلمه بساعتين، يعني لازم اكون نمت ونمت في الضلمه ويبتدي يطلع هو بعد كده، او في ديم لايت على الاقل. انما ما تقنعنيش ابدا ان هو عيني طالع يشتغل، لا الدنيا هيصه ونور، مش هيشتغل حقيقي. ده بيحصل في المخ ليترال، ان احنا بندستورب السيركاديان ريتم بتاعنا، وبالتالي الهرمونال فانكشنز هتبوظ على اساسها. انما هو باي ديفينيشن الكورتيزول سيرج بتاعنا بيبقى الصبح بدري. بدري بقى دي مختلفه من بني ادم، واحد هيبتدي من 6 الصبح، واحد من 7، واحد من 8، واحد من 9، بس كلهم بيبتدوا الصبح بدري. مفيش حد كورتيزول فيك بتاعه بيحصل بالليل، ما بتحصلش. هو الجسم ماشي بريتم معين بنور معين، وده ما ينطبقش على البشر بس، ده ينطبق على كل المخلوقات. كل المخلوقات عندها هذا السيركاديان ريتم، وكلهم ماشيين بمنتهى الاحترام والانتظام ما عدا الانسان. تمام. معانا أسماء الشرباسي، بتعملي أميوت. مساء الخير. مساء النور. سؤالي بس عن مشكلة، المشكلة دي اضطراب حاصل في النوم اللي هو الرابيد ريم. هل ده بينتج فعليا عن مضادات الاكتئاب، وهل له علاج؟ أحلام مزدرعة وعنيفة وكلها عبارة عن غضب وخوف وقلق وكأنها حقيقية جدا، ووقت الاستيقاظ ما بيبقاش فيه أي شعور بالنشاط بقى، مع صداع مع همدان مع كده. ده نون ريفرشنج سليب، دي علامة إن النوم ده خفيف جدا وكثير الأحلام. النون ريفرشنج سليب أو اللي فيه فيري فريكونت نايت ميرز بالمنظر ده، بنفكر في أمراض معينة، يعني بنفكر في القلق، بنفكر في كربه ما بعد الصدمه، بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر، ما بقاش دعوه بالادويه بس. طبعا العين لو بياخد الادويه هيتهمها في الادويه، بس للامانه هي دي ممكن ندور اول على مرض عمل لنا كده ولا لا. واحيانا لما بيكون الموضوع ده بيرسيستنت بنعمل رسم نوم، بس ده مش انديكيشن اولي لرسم نوم، بس الموضوع مكمل وملوش تفسير. لا احنا ساعات بندور ايه اللي بيحصل بالظبط بالليل عشان الشخص يصحى بالمنظر. تمام. ده تقريبا نفس سؤال دكتور انس شومان، كان بيقول في شخص بيعاني من تقريبا اكتئاب او حاجه، فهو بياخد انتي ديبريسنت اسيتوبليرام، فبيعاني من نايت ميرز فظيعه جدا. فاظن هي نفس سؤال استاذ اسماء. ساعات بقى يا اما بنقول للدكتور يغير التايمينج بتاع الدواء يبعده عن النوم، او نحط دواء تاني معاه ما يبوظلناش النوم، او نبدل الدواء ده بدواء تاني. تمام. استاذ محمود اتفضل، اعمل انميوت. بعد ذلك يا دكتور أسألك كم سؤال. أول حاجة، لو حد بينام ونايم ممكن سنانه بتخبط في بعضها. ده مرض من أمراض النوم اسمه بروكسيزم، وده ممكن يكون بيخبط في سنانه أو بيطحن سنانه أو بيجز بس على سنانه، يعني دول الثلاثة فورمز بتوع بروكسيزم، وده بيستحق العلاج، وعادة بنستعين بدكاترة السنان معانا في النقطة دي. طب لو حد دكتور ممكن يضحك أثناء النوم؟ بتحصل، الأطفال عادي بيضحكوا أثناء النوم، وده طبيعي تمام. لو شخص ده بقى بيضحك وبيتكلم وبيشاور بعينيه والشخص ده أدلت، بنفكر في أمراض، إنما طبيعي إن إحنا نضحك أثناء النوم، دي مش حاجة وحشة، دي حاجة طبيعية. تمام يا دكتور. في ناس يعني ممكن تقعد فترة طويلة، ممكن تعدي 3 شهور أو 4 شهور وممكن سنة كمان ما يحلموش خالص. ما بيحصلش، إنما ما بيفتكرش أحلام.
او ما بيصحاش في احلام، انما ما فيش اي مخلوق حي ما بيحلمش، حتى لو الاحلام فقيره جدا وبسيطه خالص ما بيفتكرهاش حتى فيلينج، انما ما فيش حاجه لو ما بينام ما بيحلمش خالص يبقى عندنا مرض يعني. لا انت كويت سيريس، دي حاجه مش كويسه. تمام يا دكتور. ممكن حاجه يعني يعني بره شويه، هو ممكن لو ليله الامتحان لو حد ما نامش يعني من القلق وكده ممكن ياثر عليه في الامتحان وكده، بس هو كل امتحان كده وارد طبعا، ممكن يحصل طبعا. طب وليلة الامتحان بينصح ان احنا ما نطبقش، يعني بلاش فقرة ان احنا نطبق طول الليل، لا احنا المفروض ننام بالليل كويس. لو نمنا واصل بالليل كويس هنصحى فاكرين احسن. يعني دايما في معادلة كده عند الطلبة قاسية جدا، هو ايه؟ فاضل 3 ساعات وفاضل شابتر ما خلصتوش، انام ال3 ساعات ولا خلص الشابتر؟ لا انام ال3 ساعات، لان كده كده لو لو رحت الامتحان مش نايم كله راح، مش بس الشابتر اللي ما تذاكرش، او كله مش هيبقى بنفس الكفاءة. طب يا دكتور ما بعرفش انام من القلق مثلا، ممكن اقعد منوم ياخد اي حاجه؟ لا ما ياخدش اي حاجه، يسال الدكتور الاول، تمام. لان احيانا لو المشكله الاوليه مش في النوم بسبب القلق ما بينامش، يبقى الاجدى ان انا اعالج القلق مش انا ادي حاجه تنيم. لو انا بدي حاجه بس بتنيم، انا بعالج عرض مش بعالج مرض، بعالج السيمتوم مش بعالج المرض. يعني واحد عنده لوز بديله دواء الحراره، الحراره راحت بس اللوز ما كملش. تمام دكتور، تسلم. شكرا دكتور. العفو. تمام يا دكتور، نكمل مع الأسئلة في الشات وبعد كده نرجع للريز هاند. في إيمان بتسأل بالنسبة لمرضى الزهايمر، الأحلام بتكون طبيعية زي الأشخاص العاديين؟ ما بنعرفش قوي، لأن لو كوجنيشن بدأ يبوظ مش بنعتمد قوي على المعلومات اللي هم بيقولوها، ساعات بتبقى المعلومات دي ريلايبل. هم في الواقع أصلا بيبتدوا يعملوا حاجة اسمها كونفابيليشن، يألفوا كده أجزاء من الحاجات اللي وقعت منهم، فما أقدرش أعتمد عليهم في الأحلام. بس هم عندهم أمراض في الأحلام بالليل وعندهم امراض في النوم بتميزهم عن بعض المرضى التانيين، فرسم النوم بتاعهم يختلف عن المريض التاني. يعني في كرايتيريا حتى ليها دلوقتي، ان نوم المريض خرف تمام. طيب جيهان صبري بتسأل لو في شخص بيحلم انه بيطير وهو نايم. براحته، ده طبيعي تماما، احلم باي حاجه. انا رئيسه الولايات المتحده الامريكيه، انا ملكه جمال العالم، محدش عندي حاجه، انا في الاحلام اعمل اللي انا عايزاه. تمام. لينا محمد بتسأل ايه الحل اللي شلل النوم، وهل ده ممكن ان احنا نقاومه بشكل معين او بوضعيه نوم معينه؟ لا بوضعيه نوم معينه ما بتفرقش. وتاني دي من الحاجات اللي ملناش عليها كونشس كنترول، دي حاجه هو المخ اللي بيظبطها. لو المخ احنا بقى بنحترمه هو بيدينا بريستيجن كويس جدا، وبالتالي لو انا بنام في بروبر تايمينج بستكفي نوم، مش بنام بقى وبقطع واصحى 3 4 ساعات وبعدين انام الصبح وبعدين الظهر وكل يوم انام في معاد شكل، مش هيظهر عندي سليب باراليسيس. لو ظهر بنشوف سببه ايه وبالتالي نبتدي نعالج، انما هو لوحده ملوش حاجه معينه نديها له عشان تتحسن او نديله يعني لم يكن مرض، احنا ما بنديش ادويه. لو مجرد عرض بحاول اظبط النوم اصلا واشوف ليه وصلنا للمرحله اللي بيحصل فيها سليب بارالس، لا بوزيشن هيفرق ولا حاجه معينه العين هيعملها هتفرق للاسف. تمام. هي برضو كمان بتقول هو بنحس ان بالشلل دوت بعد النوم، فهو اصلا بيتحس بعد ما بيستيقظ يعني المفروض. بالظبط كده، هو مش هيصحى مش هيحس بيه الا صحى، يعني واحنا نايمين مش حاسين بيه، وي ار نوت اوير. لو صحينا وي ار اوير. تمام. هي بتقول فيه ممكن يجيله بانيك اتاك اثناء النوم. ممكن حد يجي له بانيك اتاك اثناء النوم، ومن الحاجات المقرفه جدا الحقيقه. تمام. طيب في معانا بسنت بتسال ايه السبب اللي يخلي في كوابيس كتير لشهور توصل لاكتئاب ورفض الاكل؟ ما هو لازم نعرف ايه ده مرض، احنا مش بنتكلم في بس كوابيس، ده في حاجات تانية جنبه مستخبيه مبوظه النوم، فهو كوابيس واشياء اخرى. في مرض طيب. وراه قلق اكتئاب يكون هو الاصل. طيب زياد بيقول ايه هي اطول مدة ممكن الانسان يعيش فيها من غير نوم، وايه هي اثار قلة النوم؟ هو الحقيقة الخبرات العلمية في النقطة دي معظمها معتمدة على تجارب التعذيب والحرب العالمية الثانية. الحقيقة الألمان الجشتابو في ألمانيا والكي جي بي في روسيا كانوا يعزوا الكلام ده، ازاي عندهم نوم؟ يا إما يعملوا sleep deprivation يحرموا الشخص من النوم، يا إما يحرموا الشخص من الأحلام، يقوم يبتدي ينام كده ويبان عليه الساينز بتاعت الرمع، عينيه تتحرك يصحوه.
التجارب بتقول بتاعتهم يعني حاجات دي غير اخلاقيه، فانا ما اقدرش النهارده اطبقها واعمل ريسيرشز على اشخاص في نقطه زي دي، لان دي جريمه يعني ان انا احرمه من النوم زي ما كنت بحرمه من الاكل او من الميه. فمعظم الناس بدن 5 ل 6 ايام من جلوبال انسوميا هو هيفقد حاجه من وظائف عقله، هيجنن يعني بالتعبير البلدي، مفيش حاجه تشخيص اسمه يجنن يعني. انما هي ويل لوز هيز مايند لو احنا قعدنا 5 ايام من غير نوم. لو فضل فترات اطول، وتاني بتكلم على جلوبال انسوميا، ما بينامش ما بيغمضش نهائي، هذا الشخص هيموت. طب لو نومه سيء جدا لفترات طويله، الناس اللي سليب ديبرايفد او عندها مشكله في النوم او سوء جوده النوم، معروف ان في انديكيتورز معينه بندور عليها دلوقتي، فهنلاقي عندهم امراض مزمنه، سكر، ضغط، هنلاقي عنده كوليسترول عالي مرشح اكتر من غيره للكانسر، ومرشح بشده انه يموت بدري، يموت صغير في السن. فانما جلوبال سليب ديبريفيشن دي حاجه حقيقي، ما حدش يقدر يسرفايف اكتر من فترات قصيره او بعض الايام. وتاني ما عندناش ارقام دقيقه، لان كل الارقام اللي عندنا معتمده على تجارب مؤسفه جدا في التاريخ الانساني. تمام. اسماء دعلوبه بتسال الانكزايتي والديبريشن، القلق والاكتئاب، هل بيقلل الاحلام؟ وفي عدد ساعات من النوم معين لازم احنا ننامه زي في 8 ساعات، ده منطبق على الكل؟ لا. طبعا انا النهارده مش موضوعنا الاحلام عن النوم ان جنرال، بس هو في تشارت كده مع ظريفه للنوم. الاطفال اول ما بيتولد بيناموا 18 ساعه من 24 ساعه. الاطفال 6 ل 7 سنين المفروض ينام من 12 ل 14 ساعه. اليونج تين ايجرز 10 12 سنه مثلا او بدايه التين ايج بنتكلم في 10 ساعات ل 8 ساعات. الادلتس اراوند 8 ساعات، بس دي فاريبل ممكن تزيد وممكن تنقص. في الاولد ايج 6 ساعات عاده بيبقى كافي. دي مختلفه من انسان للتاني، مفيش رقم فيكس لاي حد ويبقى هو ده الرقم اللي لازم نلتزم بيه كلنا وهو ده الرقم المظبوط. لا، وانس ان انت نمت عدد الساعات الكافي بالنسبه لك وصحي فريش مش محتاج تنام تاني يوم، this is the normal sleep بتاعك، مختلفه من انسان للتاني. الديبرشن بيقلل الاحلام، الانكزايتي بتزود الاحلام. ولا وداني دي كرايتيريا بنعتمد عليها في النوم، بس ما هيش دايجنوستيك كرايتيريا للديبرشن او الانكزايتي. يعني هو دايجنوستيك كرايتيريا في الانكزايتي ان عندهم حاجه اسمها انيشال انسوميا، عندهم ارق اولي. وفي الديبرشن ان هم عندهم ليت انسوميا، هم عندهم ارق في اخر الليل، بس مش معتمدين على نقطه الاحلام في التشخيص بالنسبه للمرض. تمام. هو الاسئله كتير جدا والمسجز كلها بتشكر حضرتك، وفعلا يعني في اسئله كتير قوي، فاحنا بنحاول برضو ما ناخدش من وقت حضرتك كتير، فخلينا ننتقي بعض الاسئله من الشات ونكمل مع ريز هاند. في محمد بيسال هل المصابين بالعمى يستطيعون الرؤيه في الاحلام؟ ولو حاجه بسيطه جدا، لو بيشوفوا ايه الميكانيزم بتاع ده ازاي بيقدروا يشوفوا في الحلم؟ طيب، هو حتى الكفيف يقدر يحلم، الكفيف يقدر يستمتع باحلامه كمان. من زي ما قلنا الاحلام مش معتمده بس على الصور، قد تكون اصوات او فيلينج او ثوتس بتعدي في دماغه. فالحقيقه الكفيف بيشوف، بس بيشوف بناء على الايماجينيشن بتاعه. والريسنت ريسيرش في دريمز، عشان تعرفوا بس ان كلمه تفسير احلام مش كلها هجس، يعني بنعتمد على حاجه اسمها دريم ريبورت، ان احنا بناخد من الناس دي تقارير نومهم كان عامل ازاي او احلامهم كانت عامله ازاي. وفي بيبرز منشوره بالكلام ده، يعني في ابحاث منشوره على الكواليتي اوف دريمز مثلا في المكفوفين، لا هم بيحلموا زي. انا هقول لكم معلومه لطيفه جدا، الخلايا اللي موجوده في الشبكيه الريتنا، في خلايا بتشوف الضوء وفي خلايا بتقدر تعرف الضوء حتى لو الانسان ده كفيف، حتى لو الانسان ده فقد البصر تقدر تميز الضلمه من النور، بس دي معلومه بتوصل للمخ ما بتوصلش للانسان يعني. تمام. هو بيسأل عن ربط ميكانيكا الكم بنظرية التشابك الأحلام. صعبة جدا علي السؤال ده، أنا مش مذكرة كوانتم فيزيكس ومعلوماتي فيه لا تعدو معلومات واحد في تانية ثانوي أو تانية ثانوي شاطر، إنما معلوماتي قديمة جدا في كوانتم فيزيكس، وأنا ما قريتش في النقطة دي، ما قدرش أطبق يعني ما قدرش أشرح لكم حاجة فيه. تمام. ممكن نرجع للريز هاند، هو في حوالي 9 مسجز تانيين فأكيد مش هنلحق ناخدهم كلهم، فخلينا نكمل مع الريز هاند ونحاول ننهي. دكتور نهلة تفضلي. دكتور نهلة، تمام. أنا ممكن أقرأ الأسئلة اللي دكتور نهلة بعتيها على الشات. هل في أي أعراض أو تحاليل ممكن تساعدنا في البولي سومنوغرافي السليب على اليقين بتشخيص الأبنية أو السليب ووكن؟ لا، تحاليل لا، في تحاليل بنحطها لاستبعاد بعض الأمراض اللي بتبوظ بنحتاجها، يعني
بعض التحاليل الشهيره احنا محتاجين عشان نستبعد وجود مرض من امراض النوم، انما ان في تحليل يشخص مرض من امراض النوم بالليل لا، مفيش حاجه. الحاجه الوحيده الجولد ستاندرد المعترف بها انها تشخص مرض من امراض النوم هو الرسم النوم او البوليسونوجرافي. تمام. طيب رفينا عادل اتفضلي. روفينا مساء الخير يا دكتور. مساء النور. هو دلوقتي انا بحلم بالحاجات اللي انا بفكر فيها او اللي انا عايزه احلم بيها، وممكن اعيد الحلم من الاول للاخر بسبب مثلا حدث مش عايزاه او مش عايزه اشوفه في الحلم. ازاي ممكن ارجع ان انا احلم عادي زي اي حد من غير ما افكر في الحلم اللي انا عايزه احلم بيه؟ دي محتاجه ان احنا نتدرب على ازاي بنحلم. يعني دي عايزه، يعني في ناس بتعرف تانفلونس احلامها، مش تتحكم 100% بس تانفلونس الاحلام، فدي بتحتاج ان احنا ننام واحنا محضرين الافكار المبهجه اللي هنحلم بيها. فلو في فكره معينه بتلح عليكي اللي لما نستعين مثلا بسايكولوجيست او دكتور او اي حاجه بعد كده، فاحنا ممكن نستشير حد في الاحلام، نساله الحلم ده بيكرر عليا اخلص منه ازاي، او ممكن احضر افكار ايجابيه تساعدني ان انا اتخلص من الحلم ده بالليل، ما يبقاش الحلم ده مسيطر على احلامي ومبوظها. بس مش دايما بنوصل لنتائج 100% كده بمجرد محاوله المانيبيوليشن بتاعه الاحلام. تمام. رينادا جمال اتفضلي. دكتور، هو كان في حد سأل ان حد بيجز على سنينه وهو نايم وحضرتك قلت ده مرض. طيب هو لو في حد يعني من هو صغير اصلا بيجز على سنينه ومفيش مشاكل، يعني هو بيتقال له ان هو يعني وانت نايم بتعمل كده، بس من هو صغير اصلا، دي طبيعية تاني، دي حاجة اسمها بروكسيزم، دي مش بتأثر سلبا غير على السنان، يعني ببوظ السنان تماما، بس ليها علاجات مش مالهاش علاجات، بس بتحتاج ان احنا نحطها في الاعتبار هي ذاتية العلة او ايديوباثيك ولا بسبب مرض تاني. في امراض تعمل كده. تمام. لكن ممكن تبقى عادي طالما هي ما اثرتش على السنين مثلا. لا بس في ناس سنانها بتتكسر، يعني في ناس حقيقي بتتأذى جامد في الموضوع ده. تمام. شريف بسأل في تفسيرات ان لو نمت في مكان معين او بشكل معين ده بيخليني احلم بكرابيس، ولا ملهوش علاقة بالمكان او ال لا هو ليه دعوه بحاجه تانية. انا اكلت ايه قبل النوم بتفرق جدا في جسمي. لو حد اخذ هافي ميل بالليل دي بتفرق في الكوابيس الحقيقه، ممكن تزود الكوابيس. الناس اللي بتنام على وشها او بتنام على جنبها الشمال ممكن تكوابس اكتر، بس اكشلي هو اكتر حاجه موصوفه انها هيلثي بالذات لحالات اللي عندها سليب ابنيا، هو انهم يناموا على جنب اليمين ومرفوعين بزاويه 45 درجه كده، ما يكونش نايم فلات. دي اكتر حاجه ممكن تقلل مثلا مرض زي السليب ابنيا. بقيه الحاجات ملهاش تعبيرات معينه، بس في حاجه في طب النوم اسمها بوزيشنال ثيرابي، ان انا بعالج البوزيشن بتاع العيان وهو نايم بالليل عشان ما يحصلوش مشاكل. طيب خلود بتسال نظريه الديجافو ليها اصل علمي؟ الديجافو اتحط لها نظريات كتير جدا، بس اكتر حاجه مقبوله ان بيقول لك ان في فرق ثواني بين استقبال الفص اليمين للمخ واستقبال الفص الشمال للمخ نفس المعلومه. يعني هي المعلومات دي توصل للمخ بس البروسيسنج بتاع النصين بتوع المخ يمين وشمال يبقى مختلف او في فرق بطء بسيط قوي. فلو وصلت هذه المعلومه للمخ اليمين بيبتدي يقراها على انه استقبلها، فلما توصل للمخ الشمال يعرف انه شافها قبل كده، هو فعلا شافها قبل كده بس النص المخ الثاني هو اللي شافها. دي اكتر نظريه مقبوله، انما تاني مش كل التفسيرات بتاعتها علميه، مش كل التفسيرات بتاعتها يتحلف عليها. تمام. هو في سؤال متكرر، الناس اللي بتقوم من النوم مش عارفه هي حلمت ولا لا، معاني مخها بيكون شغال اثناء النوم، فكذا حد سال على السؤال دوت، هل ده بتبقى ظرف مرضي ان هو مش بيفتكر؟ ممكن يكون حلم وهو مش عارف ان هو حلم اصلا. لا عادي جدا، مش مضطر انك تقدم الصبح تقرير على احلامك كانت عامله ازاي. كل ده بيحصل سبكونشسلي وانكونشسلي، احنا مش حاسين بيه اصلا، وبيحصل وبيتنفذ وبيخلص واحنا مش اوير بيه اساسا. نور بتسأل ممكن حد ينام ساعات طويلة بس ما يحسش ان هو نايم او نايم وقت قليل؟ بنسميها نون ريفراشنج سليب، دي واحدة من اعراض الارق، يعني بتبقى عارفين ان ده نوع من انواع الارق، وبيحتاج ناخد هيستوري كويس قوي ان قد يكون ده سبجكتيف، البني ادم نام كويس ونومه حلو وكل حاجة وهو اللي مش مبسوط من نومه. تمام. دكتور انس عايز يسأل، فممكن حضرتك تعمل انيوت وده هيكون اخر حد النهارده.
مساء الخير. مساء النور. شكرا لك يا دكتورة المحاضرة الرائعة. أهلا كلمات ألف شكر. هو بس في حاجة غريبة أنا سمعت أنا هو الناس اللي بيبقى عندهم البوست تروماتيك ديسورد في بعض الحاجات يعني الحاجات العلاجات إن بعد كده بيعملوا لها سيرجيكال ريموفال للأميجدلا فأنا استغربت يعني اشمعنى الأميجدلا مع إن الميموريز مش بس في الأميجدلا ما في الهيبوكامبس وفي الفرونتال لوب وهل البرين يقدر يفكشن من غير وجود الأميجدلا؟ هو لما بيعمل ستيميليشن الاميجدالا هم مش بيشتغلوا على الاحلام ولا على الميموري هم بيشتغلوا على الايموشنز على المشاعر الاميجدالا مسؤوله عن المشاعر بصوره اساسيه وعشان ابتدي طبعا دي حاجه لا يمكن تطبقها على كل الناس ولا يمكن تنفذها في اغلب العيانين انا ابتدي استيميليت او مانيبيوليت او اعمل اي حاجه للمخ انترا البرين انترا اوبريتيف او بعمليات دي عليها كلام يعني يعني مش في حاجات اخلاقيه في حاجات غير اخلاقيه بس هو باظ المانيبيوليشن على المشاعر مش على الاحلام الأحلام مش بتطلع من الأميجدلا بس الأميجدلا بتأثر على الكونتنت بتاع الأحلام أتمنى إن يكون جاوبت على السؤال تمام إحنا كده خلصنا شكرا جدا جدا لحضرتك يا دكتور المحاضرة شيقة ممتعة جدا كل المسجز بتشكر حضرتك يا ريت نعمل رياكت لدكتور إن أنا اختتمنا بقى بتسقيفة قوية للدكتور على السيشن الرائعة دي كالعادة دي مش آخر سيشن مع دكتور جيداء ودايما الموضوع بيفتح للتوبكس أكتر وأكتر كل الشكر لحضرتك والمحاضرة إن شاء الله هتكون موجودة على الفيسبوك وهتنزل كمان على تشانل يوتيوب وشكرا لحضرتك مرة تانية دكتور كوز أنا حضرتك طيبة ألف شكر ليكم شكرا جدا جدا ليكم أشوفكم على خير إن شاء الله